سيسي عبد الكريم هجة في الحائط البشري، هل ستكون أول هدف للمولودية؟ والهدف الأول للمولودية عن طريق هذا المدافع الهداف بن يحيى. بن يحيى يسجل أول هدف لصالح مولودية. محمد زعبية سجل 11 هدف، وبن يحيى سجل 9 أهداف في البطولة، وهذه الهدف العاشر له مع مولودية وهران في مختلف المنافسات. توقيت جد مهم، توقيت تهديف جد مهم، جد مهم لتسجيل الهدف. وكرة ممتازة أخرى لصالح الزعبية. زعبية، زعبية حول المرمى عن طريق المراوغة، ولكن كانت هناك عرقلة واضحة يا سيدي الحكم. حسين بن عطا، ها هي هنا الإعادة. شوف هنا الزعبية يراوغ، كان اعتراض واضح، واضح جد واضح. مولودية أن تستغل الفرصة وتلعب على الرواقين، وكرة ممتازة دائما بن يحيى. هجوم يعتمد على المخادعة، ولكن خلق فرصتين، هدف ثاني. خطيرة، كانت محاولة ممتازة، كان المناسب، لكن هناك وضعية تسلل. كرة طويلة مباشرة ناحية الزعبية. زعبية، زعبية خطيرة، خطيرة، والحارس من على خط المرمى. صفوف مولودية وهران، محمد الزعبية، شوف كانت تسديدة قوية، الحارس على مرتين ينقذ الموقف وينقذ فريق. هل ستتمكن المولودية من الإصابة الثانية؟ والحارس ثم الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح مولودية وهران عن طريق دائما هذا المدافع المهاجم القناص بن يحيى. أجواء حماسية رائعة، لاحظوا لقطة الهدف، الحارس سيسي في المرة الأولى، ثم المتابعة من بن يحيى. ها هي الإعادة، كانت دخلت الكرة قبل ما يضربها الزعبية، والهدف يحتسب لبن يحيى. فاعلية كبيرة في بداية الشوط الثاني، وهجمة مرتدة لصالح المولودية يقودها الزعبية في الرواق الأيمن. مرة الكرة ممتازة ناحية العقبي حسان، والحارس سيسي في المكان المناسب. شوف الحكم، كرة ممتازة، كرة ممتازة من هناك ناحية الزعبية، كرة ممتازة ناحية الزعبية، يراوغ بطريقة ممتازة. في هاته الأثناء الحكم السيد غوميز يعلن على